آخر مباراة قبل الفاصل، بعدين بنعلق على المباراتين مع ضيوفنا نجران والاتفاق. نجران هو الآخر، الفريق الذي دائما يفاجئ المتابعين، يتفوق اليوم على من؟ على الاتفاق بهدف وحيد. المساء غاية الأهمية أيضا لكل لقاء، ولكن نتمنى المتعة. عموما كرة البداية كانت اتفاقية، كرة الآن من سلطان تأتي على الناحية اليسرى، النجراني يحاول يمر يعدي لكن كرة مقطوعة وتصل من جديد، اتفاقية فيها خطورة يا وليد، عرضية أرضية إلى الشهري يصوب بالتأكيد، يا سلام على هذه الكرة ولكنها تعتلي إلى ركلة مرمى. إذن الفتح يسجل أول أهداف هذا المساء، الفتح يسجل أول أهداف هذا المساء في مرمى الشباب، والرأسية يا ولهي يا جول، يا الله على هذه الكرة، برافو يا شهري، برافو الله على هذه الكرة، برافو يا ناصر يا صيعري. الصيعري يتألق من أمام يحيى الشهري وينقذ الموقف. حمد الحمد الآن، حمد يرسل كرة وين؟ الله، برافو برافو يا حمد الحمد. خطر، خطر قادم، خطر قادم، هذه وين؟ هذه وين يا جيري؟ الى جونيور يا ويلا، الله يا كانو، الله يا كانو، كادت ان تاتي. وصول ايجابي من بندر، بندر مساعد الجعفري، ارسال يماميه، خطره، جول، هي جول، هي جول، هي جول، الله يا نجران. الجبل الراسي دائما دائما دائما، نجران يسجل الهدف الاول عكس المجريات في الشوط الثاني تمام. وتتفيا، هي جول، هي جول، هي جول، هي جول، 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 يا سلام يا عبد الله يا صالح، الله يا عبد الله الصالح. مطالبه بركله جزائيه من اللاعب حمزه الدردور، ولكن الكرة لعبت والدفاع تصدى، الكرة لعبت والدفاع تصدى والحارس تصدى، وبالتالي الكرة ضاعت. تبديل القادم، انتهى الوقت الذي يحتسب بثلاث دقائق. ومع هذه الكرة مشاهدينا الكرام، يعلن الحكم محمد الدحيل نهاية هذه المباراة. ألف مبروك لنجران، حظ الأوفر للاتفاق، يتقدم نجران للمركز الثامن. بأختاريك على مباراة وحسن على مباراة عشان ما عندي وقت، أبدأ بالرائد والتعاون. تعاون يعني عشان أشر لي بالساعة كلمتين. دربي مختلف، لا ما يعرف الدربي هذا اللي السكان القصيم يعني. كان الحراس نجوم المباراة، وهارد لك التعاون، وهني المميز دائما أستاذ فهد مطوع. كابتن حسن، في النجران والاتفاق، هل فاجأك اليوم فوز نجران؟ أنا أتفق مع فهد. أول شيء بالنسبة لنجومية الحراس، ومبروك لنادي الرايد. نجران استحق الفوز لأنه خلص المباراة رغم المشاكل والظروف الصعبة اللي بيمر فيها، لكن صراحة الفريق هذا من العام احنا شفنا كيف كانوا ضد المصاعب وضد العراقيل وضد المادة اللي كانت شحيحة بالنسبة للنادي حقه، استقالة رئيس النادي في بداية الموسم، الامور الصعبه اللي مسؤول عليها، لكنه دائما بنلاقيه واقف وضد الصعاب هذه وبيقدم مستويات كويسه ونتائج طيبه. اهنيهم صراحه، واهني اللاعبين بالذات والجهاز الفني والجهاز الاداري. بالنسبه لنادي الاتفاق، نادي الاتفاق يعني بيمر بمراحل صعبه صراحه، يعني الموسم السابق كان من نجوم الموسم، فقد اربع لاعبين في العمود الفقري اللي هو سياف البيشي واللازاروني اللي كان لاعب مهم في المحور، ويحيى الحكمي، وفقد تيغالي. هذول الاربع اللاعبين كانوا عمود الفقري وشكل الثقل الكبير بالنسبه لفريق الاتفاق، فقدانهم ادى لاهتزاز الاتفاق بشكل كبير صراحه. طيب داخل، معليش تكلمت وياك عنها، استاذ محمد الدحيم هناك من يقيمها، ليس انا ولكن كمشاهدين كمتابعين، انا تكلمت وياك، الخطا انفراد تام، قلت لك طرد وبلنتي. انا استغرب يعني، وما يبغون مثل رؤساء الانديه يعصبون يزعلون شيء، انا يعني استغرب كيف يعني ما يطرد، يعني هل ما احنا نشوف وهو خلفه مباشره ما نشوف؟ انا استغرب، انت ايتني قلت لي صح بلنتي، بلنتي وطرد، انا استغرب صراحه.
الله يوفق الأستاذ محمد. طيب حلو التوريط. شكرا لك كابتن. نروح الفاصل بعدين نكمل بقية المباريات.